نبدأ بفقرة كاتشاب وأخبار عديدة على السوشيال ميديا ضربت بشكل كتير كبير أو صار حواليها جدل. على كل حال رح نشوف سوا شو عم تعمل شاكيرا ضد بيكي. بعده الجدل ماشي بشكل كتير كبير، بعد اللطشات انقزت بشكل كتير واسع، فمشان هيك ردات الفعل عم بتكون أقوى. خلينا نشوف لارا بعقليني شو لقطت. بعد شاكيرا لهلا عم بتعبر عن رفضها للأذية اللي تعرضت لها من بيكي، بس هالمرة من خلال الموضة. بباريس فاشن ويك أطلت بمانتو كتير أخذ ضجة مكتوب عليه نو. رح نتابع سوا بأخبارنا. وصلنا للبوسة اللي عملت ضجة كتير كبيرة بالعالم العربي لباميلا الكيك، يعني قليل ما نشوف الممثلين عم بوسوا بعض بوش أبوش. لارا خبرينا. قبلة حميمة بين باميلا الكيك ومحمود نصر بتعرضهم للانتقاد. هذه القبلة هي بالحلقة الأولى من مسلسل كريستال المستوحى من المسلسل التركي حرب الورود. بس الغريب بالموضوع انه في جمهور معين بعده لهلا بيتقبل القبلة بالمسلسلات الأجنبية بس مش بالعربية. ما حق لا رافقة. أكيد ما حق، بس انه في عالم بتقبل في عالم لا، بس تمثيل مفروض تمثيل يعني. انه ايه؟ يعني اذا الوحده بدها تمثل وتقطع هيك دور، او ما بتاخذ الدور من الاصل او بتاخذه وبتكفي. طيب هلا انت مالك بدك تفوتي بعالم التمثيل، هلا ممكن نشوفك عم بتبوسي ابوش ابوش؟ لا لا؟ ليه طيب؟ لا. مثلا انه الممثل المفروض يعمل كل شيء. انا بختار، انا ما بلومه، انا ما شفت هالشيء غلط، بس انا ما بعملها. هلا ما بعرف، يمكن انحد بعد سنين ما بعرف شو يصير معي الدور، يعني ما بتعرف الظروف، يمكن لقدام غير رايي ما بعرف. بس حاليا لا. حاليا لا. طيب منتبع منتبع سوا فيديو مهضوم لوئام وهاب، وهيدي المره مع غزال. في عالم بيهتموا بالتساينات، في عالم بالكلاب، في عالم ما بعرف بالارانب، اما وئام وهاب فعنده غزال مقعده وعم بيشربها ويهتم فيها. ومين قال لك ما فيك تدلع وتغنج غزال يعني؟ ايه طبعا فينا. خلينا نشوف سوا الفيديو. كثير معظم الفيديو قد ايه حلو انه كل انسان يهتم بهيدا الروح، او حيالله روح يكون عم يعتني فيها. من نروح نشوف الانتقام اللي طلبته الممثله والاعلاميه ام صياح لارا بعقليني. طلبت ام صياح بالانتقام للطفله لين طالب يلي توفي بعد ما تم اغتصابها، ووجهت رساله للمسؤولين. ما حدا من المسؤولين عنده اولاد او احفاد او قلب. قضية الطفلة اللي نطالب ما حركت شي فيكن، ما وعد ضميركن. فيكن تعملوا شي اذا بدكن، فيكن تنتقموا لها، فيكن تعملوها قضيتكن وتتصرفوا وتعلموا المجرمين درس وتخففوا جرائم ومصايب. مع حق من صياح، واكيد هيدي فشل خلق ولازم الكل يهتم بهيدا الموضوع.